النقيب بيساعد شباب المحامين في كل الطرق اللي هم عايزين يشتغلوا بيها، بيديهم اتاح لهم الفرصه ان هم يعملوا تحت مظله النقابه، ان احنا بنعمل ندوات تثقيفيه، بنوزع فلاشات، بنوزع كتب. طبعا ده برعايه معالي النقيب والاعضاء النقابات الفرعيه والعامه المسؤول عن الدايره. طبعا النقيب هو شبكه الوصل الاساسيه للتواصل بين شباب المحامين له مباشره. بالنسبه لان معالي النقيب اتاح لنا فرصه ان احنا ننظم مؤتمر الشباب، اصلا ده سبق للكيانات الشبابيه، واحنا ان شاء الله زي ما انت مش شايف العدد طبعا ابتدى يبقى مقارب ال 600 بني ادم، واحنا ككيانات شبابيه حملنا على عاتقنا ان احنا نعمل التوعيه التثقيفيه لجميع المحامين الشباب او الشيوخ او الكلام ده، فده يعتبر النهارده يومنا. احنا بنشكر السيد النقيب سامح عاشور، طبعا هو بمجهوداته العظيمه هو واقف معانا في كل حاجه، ونعم الاب ونعم الاستاذ ونعم النقيب. طبعا مش اول مره معالي النقيب يعمل معانا مؤتمرات. طبعا احنا بنشكر السيد النقيب على دعوته الكريمه لينا، واحنا اتكلمنا النهارده مع كل الاتحاد بيقول يا جماعه يا ريت ده يعتبر اختبار لينا للتعامل الجماعي. طبعا اتطلب منا ان احنا نوجه اسئله، وجهنا كل الاسئله اللي وجهناها خاصه بحقوق الشباب والمعاشات والعلاج والكلام ده، وكل التوفيق لكل الكيانات وشكرا. والله انا شايفه ان النهارده دي خطوه كويسه، وان دي لغه حوار ما بين النقيب والشباب لحل مشكلاتنا، فنتمنى انها تتكرر تاني. انا طبعا بشرف طبعا بدعوه النقيب النهارده لينا طبعا، وبتمنى له طبعا التوفيق والسداد طبعا في لرفع مهنه المحاماه والمحامين، وبنشكره جدا على الدعم اللي هو عمله الفتره اللي فاتت، وبنتمنى له السداد ان شاء الله باذن الله. بشكر استاذ سامح عاشور على المبادره للحوار المفتوح مع الشباب بشكل مباشر من غير النقابات، ونساعد الكيانات الشبابيه انها توصل وتتواصل معاه وتوصل مشاكلها وارائها. من كان يعتقد ان هناك خلافات بين شباب المحامين ومجلس النقابه فقد اتاكد الان بنفسه من الاجابه، فلا زالت نقابتنا قويه بفضل سواعد شبابها.